اول حاجه المقادير البراونيز نفسها الطبقه بتاعتها. استني براونيز بسكوت الشوكولاته. طيب تحبي تقريها انت؟ ماشي يلا. معلقه ونص كبيره كاكاو ومعلقه ونص شوكليت متقطعه دي واتنين معلقه كبار زبده سايحه ونص كوبايه زيت وثلاث بيضات عليهم فانيليا، معلقه فانيليا لو في فانيليا سايله، لو باودر كيس وكوبايه ونص سكر وكوبايه ونص دقيق. طب انت قصدك بزبده طريه ولا سايحه؟ لا سايحه 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 سايحه. الاسرار اللي ما قلتلناش عليها قبل الهوا هنكتشفها مع بعض دلوقتي. أوكي. يلا نسيحها. ماشي دول معلقتين. منى انت او شيف منى انت دارسه صح؟ دارسه طبخ وحلويات. بعد ما درستي ايه اصلا؟ اصلا ليسانس اداب عين شمس علم اجتماع. ليسانس اداب وبعد ما عملتي ليسانس الاداب دخلتي درستي كام سنه بقى، سنه ولا سنتين؟ لا هو سنه واحده كانت في الاكاديميه. في اكاديميه اللي هي اكاديميه الطب. ايوه كل يوم كنا بنروح عملي وكده. ايوه ما انا رحت، انا كمان اكلت العلقه دي بجد. بس انا لما رحت بقى يعني اللي بيضحك ايه، ان انا لما روحت كانوا فاكريني رايحه ادرسهم. لقوني قعدت جنبهم الطلبه كانوا فاكريني رايحه ادرسهم. اوكي لان كنت انا رحت امتى، من سنتين يعني. من قريب يعني. فروحت قعدت جنبهم بقى جنب الطلبه تمام. بس يعني شعور لطيف والله. رجعت تاني المدرسه 2014 انا دخلتها. انا لا انا من سنتين. وعادي عادي الصبح بنزل لازم الساعه 9 الا ربع اكون هناك وبخلص الساعه 5 يلا قولي لي. انا معلش نسيت، عايزه بس بوله احط فيها بقى اهو من البولات هناك. اتفضلي. بعدين هنزل عليها الزيت والزبده. الزيت والزبده والزبده لازم تكون ايه؟ لازم تبقى سايحه علشان هتدوب لي الكاكاو. صح مظبوط. عملتي ايه يا حبوبه؟ بتحطي الدقيق دلوقتي حبه حبه؟ بعد ما حطيت السكر حطيت البيض وقلبته كويس، بعد كده هحط الدقيق حبه حبه اوكي. دي بتخش الفرن على 170 25 دقيقة. طيب فين البسكوت في الموضوع؟ البسكوت بقى ده هيبقى التوبنج بتاعها، هيدخل مع الكريمة بتاعتها من فوق. طيب أوكي. حتى لو لقيتوه طري، حتى لو لقيتوه طري برضه يطلعوه. لان هو بينشف بسرعة، فهو الوقت بتاعه 25 دقيقة. 25 دقيقة. طيب يبقى 25 دقيقة على درجة حرارة 170. طيب تمام يلا نجيب البسكوت بقى ونحطه. فين هو ده؟ يلا هنحط شويه صغيره بس هنا على العجين والباقي هنستخدمه في الكريمه بتاعت هو لسه في كريمه؟ لسه هياخد طبقه كريمه اما يطلع منها. دلوقتي هحط السكر البودره. هتحطي السكر البودره. اوكي ده سكر بودره منخول. اوكي عشان تمام. يبقى احنا كده هنا عندنا زبده وجبنه وسكر بودره. ده زي اللي انا عملته من قبل انت ما تيجي. الكريم تشيز. لا بس دي مش يعني هي هتبقى التوبنج بتاع البراونيز. هتحط لها حاجه تانية ولا خلاص؟ هحط لها الاوريو بقى، باقي الاوريو معايا. بس تمام. مواعيدك ايه بقى في المطعم اللي بتروحيه؟ هاتي بقى براوني. اتعدلت شويه. تشتغلي كام ساعه في اليوم يعني؟ وبعدين يعني انت متخصصه بالحلويات. يا عيني هاتي. اوكي انت في منهم حاطه عليهم انت مش عايزه تجيبيه؟ اجيب لك طبق. ماشي يلا قولي لي بتشتغلي كام ساعة يعني؟ يعني 9 ده المفروض، بس طبعا لو في 9 ساعات لو في لو في بقى مثلا حاجة زي فالنتاين نيو يير الكلام ده ما بيبقاش 9. ايوه بيبقى اكتر طبعا. يعني 13 14 كده. احنا سيحنا الشوكليت تاني وحطيناها على التوبنج بتاع البراون. في من كده وفي من غيره. يسلموا ايديكي. تسلم ايدك. تسلم.